يعني البطولة بصراحة ممتازة، أول مرة بنلعب، أول سنة بنلعب فيها، ولعند هلا يعني كل شيء ممتاز، التوقيت ممتاز. My name is Mudassir Khan. I'm the captain of the fitness first team. This is Mr. Abu Rab over here. He's one of our strikers. We've had a great time playing in this competition so far. We wish you all the success in season two. Hopefully there'll be more teams in season two, and we're through to two, well, through to one final, and possibly a second after today's performance. بطولة كثير قوية كثير كانت، وفيها فرق برضه قوية، المنافسة برضه حلوة كانت، وتعرفنا على ناس يعني كثير كثير مناح، وإن شاء الله مشارك في الموسم الثالث. احنا أخذنا المركز الثاني في الليغا، نلعب اليوم مع شركة اسبايار. بتمنى طبعا احنا نكون صاحبين البطولة، وإذا احنا ما أخذنا البطولة مبروك للفريق اللي بأخذها، وبتمنى من جوا على البطولة الجاي إنه نكون العدد أكبر، وبشكره على اللي قدمه، وبتمنى للجميع التوفيق. إن شاء الله البطولة، احنا هلا بالسيمي فاينل، إن شاء الله البطولة تنتهي وإحنا فايزين فيها، أتوقع احنا نفوز فيها. البطولة تنظيم ما شاء الله كثير منيح كان، بس إن شاء الله السنة الجاي يكون في فرق أكثر. الجيم كانت كثير قوية من الطرفين، فريقين لعبوا كثير منيح. جيمة سيمي فاينل كانت بمعنى الكلمة، الفريق اللي لعب أحسن هو الفريق اللي فاز، الفريقين ضيعوا فرص بس بالآخر الفريق الأحسن هو اللي فاز. تأهلنا على الفاينل، هاي بالنسبة لها إنه أول مرة اشتركنا بهاي البطولة ونوصل على الفاينل، هذا إنجاز كبير، وإن شاء الله نضل ماشيين على هالطريق اللي إحنا فيها ونوصل على الفاينل بهاي العزيمة اللي وصلنا فيها للجيم هاي، ونقدر نجيب التايتل إن شاء الله. اليوم تأهلنا على نهائي البطولة، فزنا 3-2، كانت مباراة حلوة، وبتمنى ناخذ البطولة، وبالتوفيق للجميع.